لا يعقل بأن واحد شهيد مات في الصحراء ومرته كتقضى 30 درهم. حنا كنطالبوا الدولة باش تعطينا الحقوق ديالنا، ماشي كنسعاو الدولة، ماشي كنسعاو الدولة. 25 عام سيرفيس، ونهار اللي توفى خرجوا لي 800 درهم، 48000 فرنك. دابا التقاعد كاين هزيل، كاين الأرملة تتشد 20 درهم، كاين 30 درهم، كاين 20 درهم الشهر، شهر. قدماء العسكريين، قدماء المحاربين اليوم تيتسولوا تيبيعوا الكرارس الخضراء، وهذا ظلم واستهتار بهذه الشريحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم جمعية قدماء المحاربين وقدماء العسكريين، هذا النهار جهة الشمال دارت واحد الوقفة احتجاجية سلمية من أجل مطالبة بالحقوق. احنا عندنا واحد 100 مطلبين اللي فيه 28 بوند، باش هذه راها على عاتق الدولة. احنا كنطالبوا الدولة باش تعطينا الحقوق ديالنا، ماشي كنسعوا الدولة. احنا ضحينا بالغالي والنفيس من أجل استرجاع الصحراء ومن أجل الطمأنينة داخل البلاد، لذلك كنطالبوا بالمشروع ديالنا وكنطالبوا الحقوق المهضومة ديالنا. كذلك كنطالبوا سيدنا باش يشوف هذه الشريحة، لأن كاين أرامل الشهداء اللي كتشد 600 درهم، كتشد 400 درهم. لا يعقل بأن واحد شهيد مات في الصحراء ومرته كتقضى 30 درهم 40 درهم، هذه الواقع اللي كنعيشوه دابا. حنا عندنا واحد البوند في الدستور اللي هو 1371 كيجمد الأجور ديال المتقاعدين ديال 59، خارج الناس خارجين ب 700 درهم بقاو ب 700 درهم. كتزاد كل شيء، كيتزاد كل شيء، الصاير كيتزاد، الا حنا اللي كيبقى الاجور ديالنا كما هي. حنا كنطالبوا المؤسسه، لان جميع المتقاعدين واقفين قدام المؤسسه، لكن حنا بما ان المؤسسه داخل الحاميه العسكريه احترمنا احترمنا الحاميه وجينا نوقفوا قدام الولايه باش السيد الوالي والناس المسؤوله يوصلوا هاد المسائل ديالنا لا عند السلطات العليا. تسناو لحد الان كنتسناو شي مسؤول ولا الناس اللي كاين في الولايه باش يخرجوا لعندنا ويناقشونا ويديروا معنا حوار ونعطيهم الملف المطلبي ديالنا. كذلك كنوجهوا له التحيه لعند السلطات والسيد الوالي والسلطه ديال طنجة اللي احترمونا وخلونا دوزنا الوقفه ديالنا على احسن ما يرام. انا الراجل ديالي كان عسكري وبدا في الصحراء، هو اول واحد مشى للصحراء، كانت بقى رملة، ودابا نهار اللي توفى خدم 25 عام سيرفيس، ونهار اللي توفى خرجوا لي 800 درهم 48000 فرنك، ولاو ردوها لي 70000 فرنك. انا عندي البنية تبقى معايا ما خدامه، ما عندي سكنه، كاريه 130، عندي 70 وكاريه 130. انا باقا من المحكمه اللي كتدير هذا الشيء كامل من السلطه تعطيني الواجب ديالي. المطالب ديالنا كالاتي: بغينا حنا تغير داك النظام ديال قوانين المعاشات العسكريه، خصوصا داك البوند 15 الذي يمنع الزيادات العسكريه، فهذا ظلم واستهتار واقصاء ممنهج لهذه الشريحه اللي دافعت عن الوطن واللي حررت الصحراء المغربيه. دابا التقاعد كاين هزيل، كاين تقاعد المراه الارمله اللي تتشد 20 درهم، كاين 30 درهم، كاين 20 درهم الشهر، شهر شهر. لان حنا هنا في هذا المنبر تنطالبوا باش الارمله تبقى لها المعاش كامل، المعاش كامل، وتنطالبوا كذلك جبر الضرر للمطرودين تعسفا. اخواننا المطرودين دي جي عندهم زيرو درهم، فهذا الظلم حق الشريحه. قدماء العسكريين، قدماء المحاربين اليوم تيتسولوا تيبيعوا الكرارس الخضراء، وهذا ظلم واستهتار بهذه الشريحه. وعساسه في العمارات، وكاين اللي تيتو شي 1000 درهم، كاين 1500 درهم. وتنوصل الميساج لسيدنا الله ينصرو من اجل انصاف هذه الشريحه ورد لها الكرامه ديالها ورد لها الاعتبار ديالها وتفعيل ذاك القانون ديال المؤسسه 34-97 اللي هو فيه 37 ماده وجوج مواد اللي هما طبقوا الماده ديال العلاجات الطبيه والماده ديال القطار. وهذا الظلم انه يبقاو مغيبين 35 ماده واللي هو ظهير شريف سنا سيدنا 25 غشت 1999، كان ديك الساعه وقعوا
الطرف كان ديك الساعه المجاهد سي عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه هو اللي كان وقعوا بالامر ديال سيدنا الله ينصرو. علاش هذا الظهير الشريف يبقى في الارشيف مخزون وهاد الشريحه تتعاني؟ انا كنهضر على المتقاعدين، خرجنا بواحد سميتو نازل، انا والاخوان ديالي متقاعدين كيعيشوا في العمارات وكيديروا كرارس العيالات من السوق كيهزوهم، هذا عار، هذا عار عسكري غادي بالكروسه صيقه المراه توصل للعماره، هذا عار حشومه حشومه كاع ديبلاسمون واكلنا فيها، كلشي واكلنا فيه. الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا من هذه الشريحه، شوفوا من هذه الشريحه، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.